السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ الأمة، أي أمة، هو ذاكرتها وحصيلة جهدها وإنتاجها الحضاري، وهو إرثها الذي تراكمت فيه خصائصها النفسية وترسخت في مراحله المختلفة هويتها. لذلك فإن كتابة التاريخ تمثل حجر الزاوية في تقوية أواصر العلاقة بين الشعوب وماضيها. لكن لكتابة التاريخ مناهج ومدارس، ووسط زحمة هذه المناهج يبرز السؤال المهم عن منهجية الإسلام في هذا الباب من أبواب العلم. ما خصائص هذه المنهجية وما سماتها؟ إلى أي مدى سار المسلمون في كتابة تاريخهم على هديا من منهجية الإسلام في هذا الباب؟ وهل حسم الإسلام الجدل الدائر بين أنصار كل من الذاتية والموضوعية في تفسير الأحداث التاريخية؟ هذه نخبة من أسئلة حلقة اليوم من برنامج مقاصد، فأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد. اسمحوا لي مشاهدي الكرام من خلالكم أن أرحب بضيف الحلقة الأستاذ محمد إلهامي، الباحث في التاريخ الإسلامي. أهلا وسهلا بكم أستاذ محمد. أهلا بكم أخ جهاد. في البداية، يعني لو نلقي نظرة على مفهوم التاريخ وتعريف التاريخ بالمجمل، ثم ما هو في الحالة الإسلامية؟ نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. التاريخ هو يعني المعنى اللغوي للتاريخ أنه الوقت، هذا المعنى اللغوي أنه الوقت، ويقال ورخت وأرخت بمعنى يعني أنه سجل الوقت. إنما هو في المصطلح هو الإخبار عن حوادث الأيام، الإخبار عن حوادث الأيام، هذا هو معنى التاريخ العام الذي يعني كتبت فيه الأمم، كما كتبت فيه الأمة الإسلامية أنها تسجل أخبار ما وقع. هذا هو معنى التاريخ كظاهرة، تسجيل الأخبار. ثم بعد ذلك يأتي موضوع تفسير هذه الظواهر، فهل تفسير هذه الظواهر يقع في مسمى التاريخ أم لا يقع في مسمى التاريخ؟ خلاف بينهم. بعض الناس يرى أن التاريخ هو لا يزيد عن تسجيل الظواهر، أما إدراك العلاقات التي سببت هذا وإدراك السنن، وهذا بعضهم يقول إنه من التاريخ، وبعضهم يقول إنه شيء زائد عنه أو شيء يعني يغايره. فالحقيقة إنه التاريخ يأخذ أهميته من أن كل أمة لا بد لها من تاريخ. الأمة التي ليس لها تاريخ تلتمس تاريخها. وحتى نحن في حياتنا العادية، إذا أنت حينما قدمت إلى القناة قدمت ومعك السيرة الذاتية، السيرة الذاتية هو تاريخك، تاريخك في هذا العمل، تاريخك الذي يؤهلك في هذا العمل. فأي إنسان لما تضاف له خبرة تاريخية هذه تفيده، فيعني المؤمن لا يقع في جحر، لا يلدغ من جحر واحد مرتين. كذلك الإنسان الناجح في حياته بشكل عام إذا أخفق لا يكرر الخطأ والإخفاق. فالقصد إنه وجود التاريخ هو من علامات الإنسان، كل إنسان له هذه الحصيلة التاريخية. ما الذي جعلنا نحتاج إلى التاريخ؟ أن كثيرا من الظواهر أكبر من عمر الإنسان، يعني ليست كل الظواهر يستطيع الإنسان المحدود أن يدركها في حياته. مثالا على ذلك قيام الأمم، سقوط الأمم، بناء الحضارات، هناك أشياء أكبر من عمر الإنسان نفسه، فيحتاج أن ينظر فيها لكي يستفيد منها إلى التاريخ. يعني مثلا من القواعد التي أخبرنا بها بعض أساتذتنا في هذا الباب، أن الجيل الواحد لا يثور مرتين، الثورة عمل لا يتكرر في نفس الجيل. فإذا وقعت ثورة في جيلنا مثلا، فلا بد أن نتسلح بمعرفة تاريخية لكي يمكن أن نهتدي كيف نتصرف في حالنا المعاصر، لأنه إذا أفلتت منا اللحظة المعاصرة لن نتمكن نحن بأنفسنا من الاستفادة منها، لأن هذه تجربة لا تتكرر في الجيل الواحد. القيام الحضارة وسقوط الحضارة، الحضارة قد تأخذ 100 سنة 200 سنة، وقد تأخذ 1000 سنة أو أكثر من 1000 سنة. فمثل هذه الأمور التي يتجاوز عمرها عمر الإنسان، احتاج فيها الإنسان إلى يعني حتما إلى الخبرة التاريخية. هذا في المجمل، لكن ماذا عن التاريخ في التصور الإسلامي، في المنظور الإسلامي؟ نعم، هنا يجب أن نستوعب شيئا قبل يعني الإجابة على هذا السؤال. نحن نقول إن التاريخ له مناهج ومدارس
ونسأل عن المنهج الإسلامي في كتابة التاريخ. هذا سنناقشه بعد الفاصل. جيد. لكن أقول لماذا نحن نقول إن التاريخ له مدارس ومناهج؟ المناهج والمدارس هي في حقيقتها اختلاف الرؤى والأفكار واختلاف الفلسفات. يعني مثلا لم تصدر فكرة أن التاريخ له مناهج ومدارس إلا في الحضارة الغربية المعاصرة. يعني قبل هذا لم يكن يقال أن التاريخ له في تسجيله مناهج ومدارس، لم يكن يقال هذا. لماذا؟ لأن الحضارة الغربية المعاصرة حذفت المقدس، حذفت الإله، حذفت الثابت، فأصبح كل يعني أصبحت ليست هناك مرجعية مقدسة ولا معصومة يمكن أن نستقي منها أو نستند عليها. فصرنا ننتج أفكارا كثيرة بمرجعيات كثيرة. طيب معذرة أستاذ محمد، يعني قبل أن تستكمل هذا الحديث على أهمية ما تقول، لكن أريد أن أعود معك إلى الوراء قليلا. كثير من العلماء والمفكرين والمؤرخين المسلمين قالوا إن في تعريف التاريخ، وهذا يعكس المنظور الإسلامي للتاريخ كمفهوم كعلم كفن، أنه هو تعريف الوقت أو تحديد الوقت أو الإعلام بالوقت كما قال السخاوي. ماذا يعني هذا الكلام؟ جيد. نحن إذا نظرنا إلى التاريخ كما سجله المؤرخون المسلمون سنجد أنه من اللافت للنظر أن أغلب المؤرخين المسلمين في الفترات الأولى لم يضعوا تعريفا للتاريخ تعريفا جامعا، وإنما بدأ تعريف التاريخ من ابن خلدون كأن يضع له علما. يعني ابن خلدون توفي 808 هجرية، ثم جاء بعده المقريزي وضع تعريفا، وجاء بعده السخاوي والكفياجي وهكذا، ووصل إلى السخاوي كما قلت وهو الإعلام بالوقت. إذا نظرنا إلى تعريف خليفة بن خياط وهو من شيوخ المؤرخين لأنه توفي في القرن الثاني للهجرة، خليفة بن خياط وهو يقول هذا كتاب التاريخ، وبالتاريخ عرف الناس أحوال حجهم وعدد نسائهم وعمرتهم وهكذا. هنا تلمح في هذا التعريف أن التاريخ عند خليفة بن خياط، يعني هو أراد أن يدخل إلى باب التاريخ فقدم بأهميته في خدمته للدين. يعني قال بأن التاريخ مهم لأنه يخدم الدين، فبه عرف الناس الحج والعمرة والعدد النساء وهكذا. طيب ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن الحركة التاريخية الإسلامية كانت تستبطن منهجا ولا تعبر عنه. يعني هناك معنى موجود عند المؤرخين المسلمين لكن لظهوره وشدته لا يعرفونه، لا يذهبون إلى تعريفه. حتى إذا غاب هذا الوضوح في القرن التاسع للهجرة بدأت تظهر التعريفات التي تحاول أن تحد حدودا للعلم. تدري أنت يعني ما معنى هذا الذي أقوله؟ الشيء الذي يرسخ في ذهنك بقوة لا تسأل له عن تعريف لأنه مستحضر دائما. متى تحاول أن تبحث عن تعريف؟ حين يغمض هذا الشيء، يلتبس. حين يغمض ويلتبس تحاول أن تضع له حدودا. فالمؤرخون المسلمون في البداية كانوا يدخلون إلى التاريخ دخول المستبطن له العارف به الذي يدخل في الموضوع مباشرة دون أن يهتم بوضع تعريف جامع مانع. مع التأخر ظهرت التعاريف لكي تحاول توضيحها بعد ابن خلدون، عند ابن خلدون. يعني وابن خلدون حتى يعني لما كتب مقدمته قال التاريخ في ظاهره أمر لا يزيد عن الإخبار بالحوادث، وفي باطنه تحليل للعلاقات والأسباب والمسببات. يعني هو ابن خلدون لمح أنه التاريخ له ظاهر متوقف عند الرصد وباطن في التفسير. وهو لما أراد أن يفسر ويستخلص السنن قال هذا علم العمران البشري، فكأنما أراد أن يقول إنه هذا الذي أذكره يعني منفصل أو متميز أو زائد عن التاريخ. كما هو. فأنت يعني حين نقول ما معنى هذا؟ لكن لو سمحت لي، يعني هنا أنت أشرت إلى عدة نقاط تبعا للعلماء وما قالوه، ربما تكون متباينة على مستوى مادة التاريخ أو موضوع التاريخ. هل موضوع التاريخ هو الإنسان أم الوقت استنادا إلى التعريف؟ هذا وهذا. لأنهم يعني موضوع التاريخ هو الإنسان والزمان معا، تمام، إلا أن بعضهم يركز على الإنسان وبعضهم يركز على الزمان.
فحين تبدأ يعني المدرسة التي اهتمت بالتراجم والطبقات ورصد الرواه وأحوالهم، هذه اهتمت بمركزية الإنسان، يعني صار الإنسان هو محور الرواية التاريخية. أما الذين اهتموا بالأحداث فهنا صار الزمان هو محور الرواية التاريخية. تمام. مدرستان في الإسلام. مدرستان موجودتان. ثم المؤرخون المسلمون جمعوا بينهما بداية من القرن الخامس مع ابن الجوزي. يعني كانت البداية في الحوليات، كان يكتب التاريخ العام في سنة كذا وقع كذا وكذا وكذا وكذا. وانفرد المؤرخون للطبقات والتراجم بتواريخ أخرى. فالمدرستان هنا كانتا منفصلتان في البداية. حتى جاءت بعض التواريخ التي بدأت من ابن الجوزي في المنتظم في أحوال الملوك والأمم، فجعل يسرد الأحداث وحين تنتهي السنة يذكر تراجم من توفي في هذه السنة. كلام مهم. يعني هنا أريد أن أستوضح منك يعني أستاذ محمد، ما الذي يدفع العلماء المسلمين إلى القفز نحو مرحلة أو رؤية جديدة لتفسير التاريخ أو لكتابة التاريخ؟ يعني ابن الجوزي ركز مثلا على الأوقات، علماء آخرون ركزوا على الطبقات. ما الذي يدفع المسلمين؟ هل ثمة حاجة تدفعهم إلى تطوير هذه الرؤية؟ لو توضح لي. جيد جيد. هنا سأعود إلى يعني جزء السؤال الذي بدأت في إجابته، أنه أنا حين قلت لك يا أخي جهاد، قبل الوجود الحضارة الغربية الحديثة لم تكن هناك مناهج للتاريخ، مناهج بمعنى اختلافات فلسفية في التفسير التاريخ. نعم. لكن لماذا ظهرت المناهج؟ لأنه انتفى الشيء الثابت المقدس وأصبحنا نصنع مرجعيات أخرى. هذا غير موجود في العالم الإسلامي وفي التاريخ الإسلامي، هو منهج واحد، المنهج المسيطر المهيمن، أقصد الرؤية هنا. نعم. لا أقصد وسيلة الكتابة، رؤية التاريخ. رؤية التاريخ هو منهج واحد. لكن كيف بدأ الأمر؟ بدأ الأمر في مدرستين على التوازي، والمدرستان إنما نشأت الحاجة إليهما لخدمة الدين. يعني التاريخ من العلوم التي لم يتأثر فيها المسلمون بالأمم السابقة. يعني المسلمون مثلا حينما بدأوا في الكيمياء، حينما بدأوا في الهندسة، حينما بدأوا في الفلك، ترجموا كتب اليونان والرومان والهنود، وهنا ووقع التأثر أيضا. لكن التاريخ لا، لم يتأثروا. لماذا؟ لأن التاريخ نشأ أصلا لخدمة الدين. كيف نشأ التاريخ لخدمة الدين؟ نشأ لتعليم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أول تاريخ نشأ هو تاريخ أسباب النزول. نريد أن نعرف هذه الآية متى نزلت وفيما نزلت. هذه بداية التاريخ الإسلامي، أنه تعرف أسباب نزول الآية. فهذا التاريخ هنا نشأ خدمة للنص القرآني، لكتاب الله تبارك وتعالى. ثم قال ابن مسعود وغيره: كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السورة من القرآن. يبقى هنا نشأ علم المغازي، مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سيرته لكي يخدم الدين، لكي يفهم التطور الذي حصل في العالم الإسلامي وتقدم المسلمين. هنا نشأت مدرستان على التوازي، مدرسة تهتم بالحدث، وإذا مثلنا لها نمثل مثلا بطبقة محمد بن إسحاق والواقدي الذين كتبوا مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بدأت من عصر التابعين، يعني سليمان التيمي وعقبة بن موسى وغيرهم كتبوا مغازي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والمدرسة الأخرى مدرسة الطبقات، أنها صارت تدرس الفرد الصحابي، متى ولد، من تزوج، من أنجب، المشاهد التي شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فصار لدينا تاريخ عام للأحداث وتاريخ خاص بالرجال، وهذا مصدر غنى وثراء في التاريخ. نعم طبعا طبعا، كلاهما خدم هدفا بخلاف الآخر. ثم جاءت الفتنة ونشأت الفرق الإسلامية. لما حصل وقع الاقتتال بين الصحابة، فهناك صار خوارج وشيعة، ثم أهل بعد السنة ذلك معتزلة. هنا صارت هذه الفرق تريد أن تنتج روايتها للتاريخ. فهنا أسس المسلمون العلم الذي انفردوا به، وهو علم الجرح والتعديل، ويعني الذي هو جزء من علم الحديث الذي فيه السند. نعم. وفيه الطبقات التراجم والرجال. ماذا حصل هنا؟ هنا حتى قاله أبو سفيان الثوري، سفيان الثوري قال: إذا استعانوا علينا بالكذب استعنا عليهم بالتاريخ. لأنه أحيانا وقعت طرائف، كأن يقول فلان
هذا عهد كتبه معاوية بن أبي سفيان وهذا توقيعه عليه، فيقال هذا كان في سنة 7 للهجرة ومعاوية لم يكن قد أسلم بعد. فهنا التاريخ ماذا فعل؟ التاريخ هنا صار تنقيح التاريخ وتنقيح الرواية وضبطها صار للرد على هذه الفرق وللرد على ما قد يقع من الأكاذيب في رواية التاريخ. لكن هذا 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 التوضيح وهذا التنقيح وهذا المنهجية في تدوين التاريخ وكتابته لابد أنها تحتاج إلى منهج وفق ضوابط وقواعد عامة تضبطه. هذا ما أريد أن أبحثه معك، ولكن لو أذنت لي بعد فاصل قصير. فاصل قصير ونتابع بعده الحديث عن منهجية الإسلام في كتابة التاريخ وتفسير حوادثه. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن قواعد كتابة التاريخ وضوابطه في الإسلام، والحديث دائما مع الأستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ الإسلامي. أجدد الترحيب بكم. بارك الله فيكم. هل وضع الإسلام منهجا محددا بقواعد وضوابط محددة لتدوين التاريخ ودراسته وتفسيره؟ نعم، هنا نفرق بين أمرين. الأول هو المنهجية باعتبارها تفسيرا ورؤية، وهذه وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة. هذه الآية نستطيع أن نقول بأنها رسمت منهج الإسلام في قراءة التاريخ. فأولا أن هذه القصص فيها عبرة، فالإسلام والمسلمون فيما بعد لا يهتمون بشكل عام لا يهتمون في الأمور التي لا فائدة منها، وهذا صار مضطردا عند المسلمين. يقولون يعني العلم يطلب العمل أو ينادي بالعمل، هذا قول سفيان الثوري: العلم يطلب العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال القاضي عياض: لا يزال العالم جاهلا حتى إذا عمل بما علم فقد علم. فالمقصود من التاريخ عبرته والدرس المستفاد منه، ولذلك القرآن الكريم جهل أشياء كثيرة في قصصه إشارة إلى أنها غير مهمة. سيقولون: ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون: خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون: سبعة ثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. يبقى رغم أن العدد عدد أهل الكهف كان من صلب القصة، إلا أن الله لم يذكره بل ونهى عن الخوض فيه لأنه أمر غير ذي فائدة. فكذلك اسم من صاحب سيدنا موسى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم. فهنا منهج القرآن أن العبرة هي الأصل وهي التي ينبغي التركيز عليها، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وأنه لا يستفيد من هذه العبرة إلا أولي الألباب، إلا من يتفكرون. ولذلك من يمرون مرورا سريعا على الأحداث، هؤلاء يتكرر منهم الخطأ مرة تلو مرة. ويعني استنكر الله على الكافرين هذا فقال: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. يبقى هنا عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، أنه يجب أن تكون العبرة مؤسسة وثابتة على الوقائع الحقيقية.
هذا هنا، لكن معذرة يعني على المقاطعة، هذا على مستوى النظرة العامة، هذا على مستوى العامة. النظرة العامة، لكن نعم. هناك أريد أن أسألك عن قضية مهمة في عملية التدوين وكتابة أسلوب الكتابة نعم. نفسه يعني نعم. العلماء تشددوا إذا صح التعبير في نعم. قضية النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان متعلقا بحكم شرعي، صحيح، لكنهم صحيح. تساهلوا في قضية النقل الحوادث التاريخية، والطبري هو إمام المفسرين صحيح. والمؤرخين دليلا على ذلك. ما أسس هذه التفريق؟ مثلا الواقدي نعم. رفضوا أن يأخذوا منه فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، لكن أخذوا منه حجة في التاريخ. نعم، رغم أنه نعم. حجة في التاريخ، ما أسس صحيح. هذا التفريق؟ يعني هذه قضية مهمة. نعم، هذا هو أنه أنا كنت وصلت إلى ما كان حديثا يفترى. سأعود معك إلى ذلك. هنا ركزوا، هذه إجابة سؤالك، أنهم ركزوا على ثبوت الوقائع لكي نبني عليها العبرة. يعني ليست مجرد أن تأتي رواية حتى ولو كانت غير ثابتة، فأن نجتهد في استخلاص العبرة والعظة منها، لا بد أن يكون الأمر ثابتا. فهنا تشددوا في ماذا؟ تشددوا فيما تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، حديثه وأيامه، وتساهلوا فيما يتعلق بالتاريخ. يعني هم فرقوا بين ما هو التاريخ الذي يعنونه هنا في قولهم نتساهل فيه، هو الأسماء والمعارك، الأشياء التي قلت لك أن الله جهلها. يعني مثلا الواقدي حجة في التاريخ، أي معنى حجة في التاريخ؟ أنه يعرف الموقع الجغرافي الذي دارت فيه المعركة الفلانية، يعرف أن فلان كان الذي حمل الراية، وفلان هذا نسبه يمتد إلى فلان، يعرف الأشياء التفصيلية التي قد لا يترتب عليها حكم شرعي. يعني كإخباري يعرف الأشياء التي لما ذكرت قلت أن الله تجاهلها. فلذلك هم تشددوا في ما ينبني عليه حكم وما تؤخذ منه عبرة، وتساهلوا في الأخذ عن ما في الأخذ عن الذين يعني غير الضابطين ممن لا يؤخذ، لا يترتب على روايتهم حكم. هذا في قول الإمام أحمد: ثلاثة لا أصل لها، أخبار الفتن والملاحم والمغازي. يقول لا أصل لها بمعنى أن كثيرا منها لم تثبت على طريقة المحدثين، والمحدثون لم يهتموا بإثباتها، لأنه إذا قلنا أن فلان تحرك من عند بئر ميمون إلى بئر كذا، هذه التفصيلة هي تفصيلة لا تهم المحدثين في بيئة نشأ فيها علم التاريخ لخدمة الدين، لا ينبني على ذلك حكم شرعي، فكانوا يتساهلون في الأخذ عنه. فلما جاء الطبري كانوا يتسلمون في أخذ عنه بهذه التفاصيل. نعم. لما جاء الطبري كان منهجه في كتابة التاريخ هو ما نسميه في أيامنا هذه الأرشيف. يعني أن الدولة يكون أو الباحث يكون عنده أرشيف الصحف التي صدرت في الفترة الفلانية، بما فيها من حق وبما فيها من كذب وبما فيها من صحف منافقة وبما فيها من صحف معارضة. وهذا جعل التاريخ الإسلامي مرتعا للمستشرقين ومرتعا للكثير من الناقدين. هو جعله مرتعا حينما قرأه الجاهلون بهذا المنهج. يعني أنا حين أكلم الآن الأخ جهاد فأقول له حدثني فلان عن فلان عن فلان حصل كذا، أخونا جهاد يعرف فلان وفلان وفلان لأنهم معاصرون أو سابقون. يعني نحن عندنا في مصر مثلا لو أنا حكيت أنه سمعت من مصطفى بكري عن توفيق عكاشة عن الوزير الفلاني، هذه سلسلة يعرف المعاصرين أنها سلسلة متهمة بالكذب. لكن أقول حدثني الشيخ الفلاني عن الشيخ الفلاني من المشايخ الثقات، يعرف المعاصرون أنها كلام صادق. حين نأتي بعد 200 أو 300 أو 400 سنة، هذا يلتبس عند غير المعاصر مقام هذه السلسلة من القوة والضعف، يلتبس. فلذلك لابد لمن أراد أن يقرأ كتابا أن يستعد ويحمل مؤهلات قراءته. فالطبري ذكر ذلك في مقدمته، أنه أدى كل ما وصل إليه على نحو ما وصل إليه، وإن كان فيه ما يستشنع ويستقبح. طيب، في سياق تعدد المناهج والرؤى في تفسير التاريخ ودراسته وتفسير حوادثه، ما الخصائص التي انفرد بها المنهج الإسلامي قياسا أو بمقارنة بباقي المناهج الأخرى؟ هو أهم هذه المناهج على مستوى الأسلوب والآلية والإجراء هو التوثق من الحادثة التاريخية. فكما قلت إنه يعني الطبري نفسه حين يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هو بهذا أعطى روايته التاريخية وزنا يعرفها الجهابذة فيما بعد، يعني يعرفها المطلعون على قيمة هؤلاء.
بينما لو أن الطبري حذف من تاريخه هذه الأسانيد كانت الالتباس يعني والاختلاط والحيرة تشتد جدا، لأن كثيرا من الروايات موجودة ومتعارضة ولا يمكن التوفيق بينها. فالطبري حين رأى نفسه ملزما بذكر السند، فإنما كان هذا يعبر عن روح الحضارة الإسلامية التي تتوثق من هذا الخبر، هذا غير موجود عند الأمم الأخرى. فلذلك حين أنتج المسلمون تاريخهم أنتج بمعايير يمكن قياسها واستنباطها، يمكن قياس هذه الحادثة وقعت أم لم تقع. هذا هو هذا الميزة أو الأسلوب الأبرز والأميز الذي انفرد به تاريخ المسلمين عن غيره من التواريخ. ما الفائدة العملية لهذا؟ الفائدة العملية أننا استطعنا أن نميز الصحيح من الضعيف، واستطعنا أن نميز تاريخ تطور الاتجاهات الفكرية في التاريخ الإسلامي. يعني حين نقول مثلا البخاري روى عن بعض الخوارج في صحيحه، طيب رغم أن الخوارج فرقة منحرفة فكريا، لكن فلان هذا عمران بن حطان مثلا الذي روى عنه البخاري كان صدوقا. والبعض يقول بأن الخوارج كانوا يعتبرون الكذب من الكفر، الكذب على النبي من الكفر، فلأجل هذا صدقت روايتهم فيه، فلأجل هذا يؤخذ عنهم، بينما لم يأخذوا عن الشيعة مثلا، لأن الشيعة قد يكذبون في نسبة الرواية إلى. فلأجل هذا نحن عرفنا من إذا عرفنا حتى الآن، يعني حتى عصرنا المعاصر، يمكن لأي باحث أن يصدر بحثا أو كتابا عن مرويات فلان الفلاني في كتب التاريخ، فنرى من مجموع مروياته ميول هذا الراوي ومنهجه في التلقي ومنهجه في التحديث، ونصل منه إلى خصيصة من خصائص هذا العصر. يعني نحن كيف ماذا استفدنا منه؟ استفدنا منه أن تاريخنا هو أكثر التواريخ ضبطا وصدقا وقدرة، نحن نستطيع حتى الآن أن نميز فيه بين الصحيح والضعيف. لكن انتشرت في السنين الأخيرة أو في العقود الأخيرة، دعني أقول بل ربما في القرنين الأخيرين، ما يسمى بالمنهج الذاتي في تدوين التاريخ وكتابة التاريخ. نعم. ثمة من رد على ذلك من دوركايم الفيلسوف المشهور دوركايم، وقال دعا إلى الموضوعية في كتابة التاريخ، لكن الفلاسفة والمؤرخين الغربيين بعد ذلك قالوا إن عملية الموضوعية في كتابة التاريخ مستحيلة، لابد من تحيز أو ذاتية التاريخ. صحيح. هل حسم الإسلام الجدال في هذه المسألة؟ نقول حسم المؤرخون المسلمون هذا حين وضعوا قاعدة أنه لا يقبل من المبتدع روايته فيما وافق بدعته، لكن تقبل روايته فيما خالف بدعته، ويعد هذا دليل صدقه أنه يروي شيئا هو في خلاف بدعته، يعني في خلاف فكره، ويعد هذا دليل صدقه. أما إذا روى رواية وهي توافق بدعته، علمنا هنا أنه قد يكون دخل عنصر الذاتية والميل والهوى. لكن هذا ضابط شكلي، يعني هذا ضابط شكلي، يعني ممكن أن يقول مثلا مسائل توافق بدعته لكنها حقيقية. يعني أيوة نعم، لكن هو نحن الآن أمامنا طرق كثيرة جدا من الروايات، فالطرق الكثيرة هذه نقارن ونوازن، فحين نقارن ونوازن ونرى أن فلانا انفرد برواية شيء يوافق بدعته، هنا يعني في هذه اللحظة نتوجس من هذه الرواية التي انفرد بها صاحبها على غير مشهور يعني الروايات. أفهم منك أن الإسلام قبل بالذاتية في تفسير الأحداث التاريخية من حيث المبدأ. نعم. لكنه وضع لها قواعد وضوابط لكي لا تنحرف ولكي لا تنجرف، لأنه لا يمكن لإنسان أن ينفلت من نفسه، لا يمكن لإنسان أن ينفلت من نفسه. إلا أن مسألة الصدق والكذب هذه من المسائل أو من أهم المسائل التي تتبعها العلماء لكي يزنوا كل راوي بحسبها، لأنه يعني البيت الأول في دائما في علوم الحديث حد الصحيح المسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله، فلا بد أن يتحقق في الرواية المقبولة أن تكون نقل عدل ضابط عن عدل ضابط عن عدل ضابط إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب يمكن أن نجعل الراوي عدلا ولكنه ليس ضابطا، يعني ينسى أو يهم، وللمسلمين في هذا يعني تعليقات عجيبة جدا، يعني يقولون فلان اختلط بآخره، يعني رجل لما كبر في السن
صار ينسى، فتقبل روايته قبل الاختلاط ولا تقبل روايته بعد الاختلاط. أو يقولون فلان كان يحدث من كتابه، يعني هذا الرجل تلقى هذه الأحاديث فسجلها، فلما درسها لتلامذته درسها من الكتاب، فلما احترقت كتبه وصار يؤديها من الذاكرة، هنا يفصلون بين مرحلة أنه يؤديها من الكتاب فيقبلون روايته، وبين مرحلة أنه يؤديها من الذاكرة فيتوقفون فيها. يعني الأمر طبعا هو مسار علمي كبير ووضعت فيه جهود كثيرة، إنما أنت المسألة التي تطرحها الآن مسألة الذاتية والموضوعية، هذه مسألة لا ينفلت منها أحد، لكن يحاكم كل أحد إلى صدقه. طيب، يعني أحد أو بعض المؤرخين العرب المسلمين المتأخرين من وضع نظرية أن للتاريخ وجهين، وجه ظاهر ووجه باطن. الظاهر هو الحوادث التي وقعت في التاريخ ظاهرها كما هي، لكن الوجه الباطن هو التفسير، رؤية هذه الأحداث. يعني كيف تتنزل هذه النظرية واقعا عند كتابة التاريخ ودراسته؟ تقصد عند المسلمين؟ طبعا. نعم، هنا لو أننا نقول عند المسلمين، فهنا يقع يعني تحديد كبير للإجابة، وهي أن الرؤية العامة للتاريخ كما رآه المسلمون هو أنك ترى في التاريخ شواهد الله تبارك وتعالى في خلقه. يعني الآن دعنا نذكر مسألة زي مسألة الفتوحات الإسلامية، أو مسألة زي مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وصار يدعو إلى رسالة. الرؤية التي لا ترى أن هناك عالم غيب أو أن هناك إله، لابد لها أن تحاول تفسير هذه الواقعة التاريخية، واقعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو، لابد أن تلتمس لها سببا أرضيا، لابد أن تقول إنه هذا لطبيعة الصراع. يعني محمد مثلا صلى الله عليه وسلم هو رجل أراد أن يوقظ القومية العربية ضد الفرس والروم، فكانت هذه وسيلته. نعم. لأنه هو لا يعترف أصلا، يعني رؤيته ليس فيها عالم غيب وليس فيها رسالة وليس فيها إله. وقد يقول وهو صادق، يعني هو حصل له هذا التوهم فصدقه، تمام؟ بينما المسلمون لم يقع بينهم خلاف في هذا، وإنما كلهم مجمعين على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث فإنما بعث ولم يكن مستعدا لهذا، كما قال الله تبارك وتعالى: ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، وأنه فوجئ وأنه دهش وأن هذه كانت أمانة وأنه أداها ونزل به الوحي. وهكذا الفتوحات الإسلامية، المسلمون مجمعون على أن المسلمين حين انطلقوا إلى فتح الدنيا فإنما كانوا ينشرون الإسلام وينشرون الهداية، ولا يريدون أن يتمتعوا بخيرات الأمم السابقة، ولا أن ينزعوهم منها، ولا أن يثأروا منهم كما كانت تفعل الروم والفرس في العرب. يعني هذه الرؤية غير موجودة، بينما هذه الرؤية عند غير المسلمين ممن لا يرون أن هذا انطلاق بالدين وأداء للأمانة، لابد أن يرون فيها نوع من التوسع والغزو العسكري والثأر من فارس والروم فيما كان قبل ذلك. إذن الرؤية المسيطرة على الإنسان في قراءة التاريخ في تفسير الحدث هي رؤية تؤدي إلى تفسيرات متخالفة ومتعارضة كثيرا. نعم. فنأتي الآن إلى المسلمون. حينما تكلم ابن خلدون هو أول فيما اطلعت عليه، طبعا هو أول من ذكر هذا الوجه الظاهر والوجه الباطن، أن الظاهر لا يزيد عن الإخبار بالحوادث، وأما الباطن فهو إدراك مسبباتها، إدراك المعلومة من المجهول، يعني إدراك ما الذي تفسير هذه الحوادث. ابن خلدون حينما أخرج علم الاجتماع وهو يحاول أن يرصد السنن، فإنما حاول أن يرصد السنن التي قال الله تبارك وتعالى في كتابه أنها موجودة: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فابن خلدون كان يسعى إلى اكتشاف السنن الموجودة، اكتشاف السنن الموجودة، بينما في إصدارات أخيرة من الفكر الغربي هو يريد صناعة الأفكار والواقع وتطويعه، لا يريد مجرد اكتشاف.
يعني حتى هناك كتاب صدر أخيرا لأحد الباحثين العرب اسمه محمد علي، والكتاب اسمه صناعة الواقع، وقدم له نعوم تشومسكي. فكرة الكتاب الأساسية أنه ليس يعني أنه البشر كالصلصال، والسلطة المسيطرة عليهم تريد تشكيلهم كما أرادت، فهي تجعل الإعلام ويعني الإعلام باعتباره مستندا إلى سلطة، وباعتبار السلطة تنتج معرفة، ينتج من الوقائع يعني ينتج الواقعة ويفسرها بحيث يشكل الناس للإيمان بهذه الأمور. إذن هناك يعني هناك حركة تحاول اكتشاف سنة الله تبارك وتعالى في الكون، لا تحاول مضادة الفطرة، وهناك أساليب أخرى تريد التخلص من وجود الله والتخلص من الثوابت، ويعني التعامل مع البشر باعتبارهم مادة هينة لينة يمكن توظيفها كما أراد السادة الحاكمون المسيطرون عليه. نعم، لكن أستاذ محمد أنت أقررت بأن الإسلام قبل من حيث المبدأ بالمنهج الذاتي في تدوين وتفسير التاريخ، هذا ربما يقودنا إلى الحديث عن الحقيقة التاريخية. هل هذا يؤدي إلى نسبية الحقيقة التاريخية، بمعنى أن الحقيقة التاريخية غير واضحة غير مرئية إلا بالرجوع إلى مجموعة من المؤرخين الذين كانوا يعيشون في زمن واحد حتى إدراك هذه الحقيقة التاريخية؟ هل هذا يفهم من هذا؟ أيضا هذه من الأسئلة التي أنتجها تناقض الحضارتين الإسلامية والغربية. الإسلام يقبل مسألة النسبية فيما كان بشريا، يعني فيما جاء به بشر في تفسير البشر، أما ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في القرآن الكريم فهو بمنزلة الحقيقة المطلقة. لا، هنا السؤال ليس متعلقا بالنصوص الشرعية وإنما متعلق بالرواية التاريخية. هذه النصوص فيها روايات تاريخية أيضا بعيدا عن استثنينا هذا عن الرواية التاريخية. تمام، إذا نتكلم عن الرواية التاريخية التي إذا لا يمكن أن يعني لا نعتبر أن هناك من الرواة من هو معصوم، ولا بد أن كل رواية تأثرت براويها، ولذلك يجب أن نسدد ونقارب من مجموع الروايات، هذا متفق عليه، ولكن هذا داخل في إطار هذه الرؤية الكلية لكتابة التاريخ الإسلامي. أما في يعني التاريخ أو نقول في الرؤية الغربية أو الرؤية التي لا ترى بوجود مرجعية ولا وجود ثابت، فمسألة نسبية الحقيقة هنا فضلا عن أنها تشمل كل شيء، لكنها تترك أيضا مساحة يعني خليني أضرب مثال كي لا يكون الكلام يعني نظري. أرجو الاختصار لأن سنذهب إلى فاصل. جيد، إذا أخبرنا ثلاثة أو أربعة من الثقات عن وقوع الحدث الفلاني، واتفق الثلاثة أو الأربعة على تفسير الحدث الفلاني وهم من الثقات، إذن هذا عند المؤرخ المسلم في أعلى درجات القرب من الحقيقة، لا نقول أنه حقيقة مطلقة. بينما مثل هذا لو وقع في يعني تعامل مع هذه نفس هذه الرواية مؤرخ آخر، فإنه لا يزال يفتح الباب لوجود تفسيرات أخرى يأتي بها آخرون لمجرد النظر العقلي بدون الوصول أو بدون الاستناد إلى رواية هؤلاء الثقات ولا إلى تفسيره. تخرج المدارس النفسية والمدارس التي تفسر يعني مدارس تفسير التاريخ بعلم النفس وعلم الاجتماع والمادية والطبقية والقومية، كل هذه مفتوحة، لأنه حيث لا توجد مرجعية فكل التفسيرات مفتوحة. قبل الفاصل في بنصف دقيقة من فضلك، يعني أين تصطدم المنهجية التاريخية أو المنهجية الإسلامية في تفسير التاريخ مع المناهج الغربية؟ يعني مثلا كارل ماركس يقيم التاريخ كله على أساس مادي، أن الإنسان كل علاقته بالتاريخ هي قائمة على البحث عن الطعام، إشباع حاجة غريزية مادية، بينما هناك من قال بأن المثالية في تفسير التاريخ وهي تقسيم التاريخ إلى دوائر مفصلة بعضها عن بعض. أين يصطدم الإسلام من خلال هذه الأسس في تفسير التاريخ باختصار شديد؟ باختصار شديد الاصطدام الأول والأكبر هو اصطدام الرؤية، اصطدام العقيدة، لأنه حيث بدأ التاريخ عند المسلمين من صراع بين آدم وبين الشيطان، وكانت حياة البشر صراع بين حق وباطل، هذا يصطدم تماما مع أي بناء من نقطة تاريخية أخرى، من الإنسان الذي يبحث عن المرعى، الإنسان الذي يحتمي بالعشيرة، الإنسان الذي أدرك ذاته بالقومية، كل هذا يختلف في الرؤية الأولى.
فلم يصل الصراع بين الحق والباطل، وإنما صار الصراع على المرعى، صار صراع أقوام وأجناس وهكذا. طيب سنتابع الحديث عن مقاصد منهجية الإسلام في كتاب التاريخ، ولكن بعد فاصل أخير نتابع بعده الحديث في موضوع الحلقة. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم، وقد وصلنا إلى الحديث عن المقاصد الكامنة وراء منهجية الإسلام في التعامل مع التاريخ كتابة ودراسة وتفسيرا. أستاذ محمد، استنادا إلى المنهجية الإسلامية في كتابة وتفسير التاريخ التي قررناها في الجزء الماضي من الحلقة، ما المقاصد والأهداف والغايات التي سعى الإسلام من خلال منهجيته أو منهجيته في تدوين التاريخ وتفسيره إلى تحقيقها؟ نعم، هذا يعيدنا إلى ما قلناه في الجزء الأول من الحلقة، من أن المقاصد الكبرى للتاريخ هي موجودة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. ونحن ربما نندهش إذا عرفنا أنه تلت القرآن تاريخ، ثلث القرآن هو تاريخ قصص. وقال الله تبارك وتعالى في أكثر من آية هذا الغرض من وجود القصص، يعني القصد من وجود التاريخ في القرآن الكريم ذكره الله تبارك وتعالى. فمما قاله تبارك وتعالى لنبيه: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يعني إذن كانت رواية التاريخ أحد أغراضها الأساسية هي تثبيت قلوب المؤمنين في إطار صراعهم مع الباطل. هذا أحد الأغراض. هذا أحد الأغراض. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. نعم. جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا في تثبيت أصحابه، فلما جاء له خباب وقال: ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ قال: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على رأسه حتى يجعله نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه، ولكنكم قوم تستعجلون. وقص الله تبارك وتعالى قصص الأنبياء، ثم كان يختم هذه القصص بهذه بعبارة أو بآية فيها هذا المعنى: ذلك من أنباء الغيب نتلوه عليك. يعني هذا أمر لم تكن تعرفه، تمام؟ وذلك من أنباء الغيب نتلوه عليه، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فالغرض الثاني الذي بدأ في رواية التاريخ هو إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره بالغيب. الهدف الثالث هو إدراك السنن، وهذا في قول الله تعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، ونحو هذا الكلام. ولذلك بدأ المؤرخون المسلمون الذين كتبوا في التاريخ العام تاريخهم من آدم عليه السلام، لأنهم يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء جديد، وإنما هو امتداد لتاريخ النبوات التي هي تاريخ الصراع بين الحق والباطل. نقطة في غاية الأهمية يعني تقودني إلى سؤال استنتاجي: هل يمكن اعتبار القرآن الكريم وتعهد الله سبحانه وتعالى في محتوى هذا الكتاب، في مضمون في الذكر الحكيم بحفظ هذا الكتاب، هل يمكن اعتبار أن القرآن وثيقة تاريخية للدلالة على استمرار الإسلام؟ نعم، مثلاً؟ بلا شك، بلا شك. وهذا هو، وهذا إدراك لأهمية التاريخ. نعم نعم، بل إن القرآن الكريم ذكر من أخبار التاريخ ما لا يوجد في غيره. يعني بقيت التوراة والإنجيل، ونحن نرى أنها محرفة طبعا، لكن ذكر الله في القرآن الكريم أنبياء وأخبار لم توجد في التوراة والإنجيل، مثل عاد ومثل ثمود. يعني قصة نبي الله يهود وقصة نبي الله صالح لا توجد في التوراة والإنجيل.
وجود القرآن الكريم هو بحد ذاته دليل على أن أصول تاريخ المسلمين الذي يحتاجون إليه وينتفعون به هي موجودة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. ولأجل هذا فيما بعد لما قيل يا إمام، لما سئل الإمام أحمد قال يمكن المؤمن أم يبتلى؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. هذه سنة أدركها الإمام من وجود القرآن الكريم والسنة النبوية. لكن أستاذ محمد أنت حصرت مقاصد منهجية الإسلام في كتاب التاريخ. ذكرت ثلاثة مقاصد أساسية. جميل، لكن كلها تدور في فلك الإيمان والعقيدة. نعم. ماذا عن إلى أي مدى منهجية الإسلام في تدوين التاريخ وتفسير حوادثه تساعد فيما يسمى توحيد تاريخ المسلمين والوحدة النفسية والتاريخية والهوية للمسلمين؟ إلى أي مدى تؤدي هذا الدور؟ نعم، هذا أيضا فرع عن أن المسألة مسألة إيمان وعقيدة. لأنه أنا حين أعرف الأمة بأنها أمة المسلمين وأعرف التاريخ بأنه تاريخ إسلامي، فمباشرة تكون المرجعية هي المرجعية الإسلامية وهي القرآن والسنة. فلأجل هذا حين يتكلم ابن الأثير مثلا، ابن الأثير من أوسع التواريخ، حين نقول يعني إذا قلنا إن التاريخ الإسلامي هو تاريخ من عوامل وحدة الأمة، لأنه في اللحظة الأولى لهذه الأمة لم تكن عربية محضة، وإنما كان فيها الفارسي والرومي والحبشي، كذلك لم تكن هذه الأمة عربية. فلذلك تعريف الأمة بأنها أمة مسلمة وتعريف تاريخها بأنه تاريخ إسلامي يجعل الرجل الذي في إندونيسيا يرى نفسه مرتبطا مع الرجل الذي في المغرب، وما بينهما يرى كل واحد منهما أنه ابن أمة واحدة. وحتى لما وقع أن تعددت السلطات السياسية في بلادنا لم تختلف الأمة، وصار الأندلسي يتتلمز على العراقي والعراقي يتتلمز. والفضل في هذا لمنهجية الإسلام في تدوين تفسير لا التاريخ؟ لا أقول في تفسير التاريخ فقط، ولكن أقول إن تفسير التاريخ هو جزء من هذه الهوية الإسلامية الجامعة التي أصلها في كتاب الله تبارك وتعالى. يعني الله تبارك وتعالى حين أراد أن يصنع هوية هذه الأمة إن صح التعبير فقال نعم. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. نعم. فلأجل هذا ارتبط المسلمون بهذه الهوية التي تصل بهم إلى إبراهيم عليه السلام. لعل الوقت انتهى يبدو. الوقت حقيقة أدركنا، ولكن بقي دقيقة. في هذه الدقيقة إذا تريد أن تقدم ملخص للفكرة الأساسية لموضوع هذه الحلقة. نعم، أقول إنه لا دليل على أن المسلمين أمة واحدة وأنه يجمع بينهم هذا الرباط الواحد أكثر من أن تاريخ الإسلام وجد فيه من كل هذه القوميات والأجناس، ثم كتبه أيضا من كل القوميات والأجناس. يعني شيخ مؤرخ المسلمين الطبري أصوله ليست عربية وإنما هو من طبرستان، وابن خلدون الذي يفخر به كل المسلمين أصوله القديمة عربية، كان من يعني أصوله القديمة يمنية، ثم نشأ والداه في الأندلس وهو يعني يحب أهل تونس أن ينسبونه إليهم. فالقصد أن هذه الأمة توفر على تاريخها، على حفظه وعلى كتابته وعلى التفريع فيه وتسجيل حوادثه وأيامه من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وهذا ما جعل الأمة أمة واحدة. وهقد هذه الحلقة تحولت إلى تاريخ، نرجو أن نكون قد قدمنا في ختامها يعني ما ينفع السادة المشاهدين. أشكرك أستاذ محمد. في ختام هذه الحلقة التي يعني نرجو أن نكون قدمنا فيها المفيد والنافع أشكركم على حسن المتابعة. قبل ذلك أشكر الأستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ الإسلامي، أجدد الشكر لكم مشاهدين الكرام، في حراسة الله تعالى.